حتى عند استقباله لرئيس مجلس القضاء المؤقت منذ يومين حكى على تأجيل أو تأخر سموا فيها القضائية، الحركة القضائية، وقال أنه وجب ضبط المهام الوظيفية للقضاء. هل نسمع تنبيه سعيد على القضاة في الكلمة الأخيرة؟ وعلى القضاة الشرفاء أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، ولا مجال للتسامح مع هؤلاء الذين يحاولون تطويع القانون لتمكين عدد من المهربين والمجرمين والمحتكرين حتى يفلتوا من العقاب. نعم، فقط استاذ عايش الهمامي اسمح لي، اعتقد تم مشكلة تاع استماع، كنا نسمع في جزء من كلمة لسعيد وجه مباشرة للقضاء. سيد دكتور المراري، توجه رئيس الدولة مباشرة بهذا الكلام للقضاة، أليس فيه يعني تأثير على مهامهم المستقلة؟ هذا تدخل في سلطة مهمة، والذي لم يقتنع السيد قيس سعيد بأنها سلطة وليست وظيفة. هذه سلطة تمارس دور الرقابة، فبالتالي ينبغي مخاطبتها على أنها على أساس أنها سلطة. ثم أن يقول رئيس جمهورية القضاة الشرفاء، بمعنى أنه وسط القضاء، وسط مؤسسة القضاء، ولكأنه يقول بأن هناك قضاة غير شرفاء، فبالتالي هو يمثل فئة من القضاة ليست إلا هذه الفئة هي التي تتبنى مواقفه وتتبنى سياساته، هي التي يخاطبها، وكأنه هكذا يقول. إذن نستثني من ذلك قضاة المحكمة الإدارية والذين رفضوا قرار الإحالة وقرار توقيف 54 قاضي أو ما يزيد، فبالتالي ذلك القرار الجري للمحكمة الإدارية أكيد أن السيد قيس سعيد لا يدخل هؤلاء القضاة الذين كانت لهم هذه الجرأة في خانة القضاة الشرفاء. فبالتالي ماذا يعني تدخل السيد قيس سعيد في السلطة؟ يعني بأنه آخر حلقة تبقى للدولة هي حلقة القضاء. إذا فقد القضاء استقلاليته، وإذا صار تابعا للسلطة التنفيذية، فسلام الله على الدولة، ذهبت سيادة الدولة وسقطت سيادة الدولة. فعندما يتم التدخل في القضاء، النتيجة هي ما نسمعه الآن، هي إحالات المحامين على القضاء، هي إحالات القضاة على قضاة التحقيق، هي إحالات رؤساء جمهورية على القضاء، إحالات كل الزعامات المعارضة على القضاء، كل من تسوي نفسه معارضة السياسات العمومية والسياسات السيد قيس سعيد سيحال على القضاء، طبعا بالتهم الجاهزة المعروفة في كل الدول العربية، تهم الإرهاب والفساد المالي أو الفساد الجنسي. فبالتالي هذه التهم جاهزة التي الآن أصبحت تهم جاهزة يواجه بها المعارضون، سواء صحفيون أو محامون أو سياسيون، تهم جاهزة يواجه بها المعارضون. نعم أستاذ عايش الهمامي.